رح نبلش بأولى فقراتنا لليوم، حيث يشعر الكثير من الأشخاص بالضغط النفسي مع تفشي جائحة كورونا التي ألزمت الناس حول العالم على المكوث في منازلهم وأغلقت الحدود واهتزت اقتصادات البلاد تحت وطأة انتشار العدوى بفيروس كورونا. وقد يصعب على المرء أن يرى كل هذه الأحداث دون أن يشعر بالضغط، فكيف فينا نهتم بصحتنا النفسية؟ خاصة لأنه دائما بيقولوا الصحة النفسية، يمكن الحالة النفسية هي كتير بتأثر على مناعة الجسم. وأسئلة كتيرة عن حالتنا النفسية كلنا رح نتعرف عليها مع الاختصاصية في مجال علم النفس الدكتورة رولا سيداوي. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. مثل ما قلنا بالمقدمة، يمكن حالة نفسية الكل مع اجتياح هيدا الفيروس للعالم هز دول كبرى اليوم، كيف فينا فعلا اليوم الحالة النفسية تأثر بحياتنا اليومية وبالمناعة بشكل عام؟ لأنه نحن بنعرف أحيانا في كتير من الأشخاص ما بتعرف أنه هي مرضانة، بس تكتشف أنه هي مرضانة دغري بتنعكس الأمور سلبا على حالتها النفسية. نعم. هلا هو بشكل عام اكثر امر الان يعني عم نتوجه له هو الاعتناء بالصحه النفسيه، امر جدا ضروري. الخوف الذعري اللي عند الناس، عند الاطفال، عند الكهول، عند المسنين، عند حتى المراهقين، فنحن عم نتوجه على الاعتناء بالصحه النفسيه. كيف بنعتني بالصحة النفسية؟ هو سؤال متشعب يعني، لكن بشكل عام هو تخفيف عدم انه نقل مثلا الاشاعات، عدم تلقي الاخبار الا من مصادرها الصحيحة، لانه بالتالي الخوف ممكن يدمر الانسان اكثر من المرض نفسه. صحيح. فلذلك تكون هون في وعي تام، وبشكل عام الاعلام هون عم يوعي انه تلقي المعلومات من مصادرها الاساسية، لانه القلق والخوف والتوتر قد يصاب بعدة امراض يعني اخطر من اكتئاب احيانا بعض الاشخاص. التزم بالاجراءات. تمام. هي اهم شيء يعني. تمام. هي يعني بتتجنب الشخص الخوف وحاله الهلع والرعب اللي ممكن يعيشها. هلا هو بشكل عام في وعي الان، الناس عم تحتاط نوعا ما، خلينا نقول خلينا بالامر يعني نحتاط، نهتم بالنظافه الشخصيه، بالوعي بالتعقيم، نوعي اولادنا بيكون بالحدود الطبيعيه كمان، ما بدنا نصل لمرحله الوسواس القهري، فنكون بالامر الطبيعي. نعم. يعني دكتورة خلينا هيك نحكي شيء واقعي، ضيقة مادية على الكل. صحيح. عم نشوف بالبيت تعدي، كله معصب، كله يمكن عم يتفشش ببعض، مشاكل كتير، وخاصة الأولاد الصغار يلي موجودين بالبيت لا في درس، وكل الوقت يبدون يضلوا على الانترنت، يبدون يضلوا عم يخربوا بالبيت ويعذبوا أهاليهم. نعم. خلينا هيك يعني إذا فينا نعطي نصائح صغيرة هيك شوي، أو تفاصيل صغيرة طلعنا من هاي الحالة، أو نكون منظمين أكثر. يعني صار ليلنا نهار ونهارنا ليل، وكل حياتنا صارت بالقعدة بالبيت حالة من الملل. خلينا نحكي هيك شوي إرشادات للأهل بشكل عام. الآن هي إذا بدنا ناخدها من وجه النظر الإيجابية، دائما الأمور خلينا نحن ننظر لها نظرة إيجابية. وضع صعب ما منقول لا، البعض والأغلب الناس تضررت أعمالها، صار في تعصيب، صار في توتر، لكن خلينا ناخد الجانب الإيجابي، صرنا مع بعض مع الأولاد، كان الأب أحيانا ما يشوف أولاده بالأيام، الأم ما تفضى أنه تشوف ابنها شو عم يعمل. حتى في معنات انا دوما بقول لهم يعني حتى عند الاطفال نخلي وقت للعب، نبعدهم عن التوتر، نخلي وقت للمسابقات الذهنيه. حتى توجهت وحده يعني انه صديقتي ابنها كثير عم يتشاجر مع اخته، قلت لها انا بنصحك تعطيهم كل واحد ورقه وكل واحد يكتب مشكلته حتى يعرضوها على الاب انه يشوفوا شو المشكله. صار عندهم هن تحسين وتحسن بخطهم وبالفصاحه. يعني استغلت، قلت لها استغليها او استثمري هذا الامر بالجانب الايجابي، نشوف اولادنا ما نضغط عليهم، وضع صعب نضغط اولادنا كمان بصير عندهم الطفل مو مثل الكبير، اذا صاب
اكتئاب او خوف ما بعود بيروح معه حتى لو باذن الله انتهينا من هاي الازمه. فلذلك بدها تهتم الام بشكل كبير، نوعي اولادنا، نهتم بنظافتهم الشخصيه، هن يهتموا ايضا نوعيهم، ما نخليهم مثلا يظهروا لبرا للطريق، يهتموا بنفسهم بس مو نخوفهم بشكل كبير. يعني وهيك هيك عم ننصح على الاكل والقعده بالبيت، خليهم يساعدوا بعمل الاكل والحلو كمان بتعطي ريحه بتعطي حاله حلوه كثير باعداد الطعام. او ممكن كل يوم مثلا كل طفل، اذا مثلا انا عندي طفلين او ثلاثه، كل واحد يقول قصه، يحضر برنامج يعرضه قدام الاسره، هذا بيعمل له تعزيز لشخصيته وبيبعده، يعني بيشغل فكره بالشيء الايجابي. الام بتقدر والاب بيقدر، لكن هو ما يكون في توتر، ما يتشاجروا. يعني معلش دائما الام والاب هن ما كانوا بيلتقوا غير بالصدف، الان عم يلتقوا وقت طويل، فيحاولوا يخففوا نقاشاتهم قدام الاولاد، لان الطفل ما بيقدر، بيعتبر فوق المشكله اللي صارت معه مشكله ثانيه بالبيت. بعدين هو بيكتسب جميع المزايا والصفات من اهله وعائلته، لهيك لازم نكون حريصين امام اطفالنا. بس خلينا دكتوره نحكي عن السلوكيات الخاطئه اليوم، الحرص الزايد او الاستهتار الزايد، هي السلوكيات الخاطئه خلينا نحكي عنه قديش فعلا بتاثر اليوم بالحياه اليوميه. بشكل عام الحرص الزايد ذكرت قبل قليل انه بيصير عندنا وسواس قهري، نحن بدنا ننتبه هون، يعني انا بوعي نفسي، بوعي عائلتي، بوعي اولادي، بس ما يكون عندنا هذا الخوف الزايد، بده يصير عندي وسواس قهري، بده يصير عندي اكتئاب، بده يصير عندي خوف شديد، قلق، ما فيني نام بالليل، تغيرت ساعات نومي، ضعيف جسمي، بتقل مناعتي. ونحن بنعرف من اول الاسباب اللي بيلقط الانسان العدوى فيروس الكورونا هو ضعف المناعه، فانا هون بدي اهتم، وعي اولادي، اهتم بغذائهم ايضا. هي بالنسبه لهذا الجانب. من الجانب الثاني ما بدي يكون عندي استهتار، الاستهتار كمان شيء سلبي، يعني انا بستهتر بصحتي، عم بستهتر بصحه اولادي، ابني بشوفه شو عم يعمل، شو بالنهار وين عم يقضي وقته، حتى لو كان بالبيت ممكن على برامج هي مؤذية، فهون نكون منتبهين بشكل كبير. تماما. دكتورة عفوا، في كثير من الأهل عم يضغطوا على بعض بطرق عديدة، وخاصة بطريقة التعليم، انه يعني كمان امبارح سمعنا لقاء الوزير كلنا انه هدوا على اولادكم، ما تضغطوا على اولادكم، وبالمقابل عم نشوف كثير من الاهل ماسكين الكتب وعدوا درسوا عدوا درسوا عدوا درسوا. تمام. حاله الضغط على وخاصه انه الدراسه بالبيت، هلا عم نشوف كثير في منصات تعليميه، وعم نشوف كثير في مجالات مهمه عبر الانترنت انه يتعلم منها الولد، وخاصه عندهم شهادات التاسع والبكالوريا، والأهل كلهم بالبيت وضغط فوق الضغط ضغط. صحيح. يعني خلينا نحكي عن بمجال العلم، بمجال التعليم، بمجال الدراسة كمان والشهادات خاصة. إذا الواقع يعني ذكرتي أمر مهم، مبارح السيد الوزير ذكر أنه ما نضغط على أولادنا. هلا أنا بنتي بكالوريا السنة، فأنا تاركتها أنه هي منظمة وقتها، يعني ما لي ضغط عليها. بالمقابل هي قالت ماما بدي سجل على الأونلاين دورات تطوير الذات، فما في مشكلة، ليش لا؟ يعني كمان تخفف عن نفسها، هي حابة تسجل، ما بنضغط عليها. ونفس الأمر مع الأطفال، منشوفه منوجههم، ممكن لو كل يوم درس مثلا درس صغير أو شيء بسيط أو مهم، ما يترك الدراسة، لكن ما نضغط عليهم بشكل سلبي، لأنه بده يصير هو عنده تنمر للدراسة، وتنمر هو بدون شيء عنده الطفل أو المراهق، تنمر للوضع الحالي. ما رح يقدر أنه نحن الآن بأزمة. حتى مع أطفالنا نشرح لهم يعني أنه هذا الوضع شو المرض، نشرح لهم عنه، نوعيهم، ما نتركهم ياخذوا من الأخبار الكاذبة من مثلا القنوات الغربية أو القنوات الثانية، لا، خلي نحن نوعيهم بقنواتنا، بإعلامنا، نوعيهم، إن نبعث لهم رابط مثلا قنوات هي معينة للتوعية، هذا كثير بيأثر بشكل إيجابي. طيب بالختام دكتورة، لكل الناس اللي عم تتابعنا، نصائح عامة لفعلا لشحذ فينا نقول الحالة النفسية بالبيت مع العائلة مع الأولاد، ما تأثر السلوكيات الخاطئة، نقدر نتجنبها لو كان في ضغوطات نفسية اقتصادية مادية مالية، بس هي ظرف مؤقت استثنائي بنعيشه وبده يمرق. نعم. الآن أنا بقول في نقاط كتير مهمة. نحن الآن بأزمة، لكن ناخذها من الجانب الإيجابي. هاي الأزمة ناخذها بالجانب الإيجابي، تجمعت العيلة مع بعضها، نهتم بصحتنا، نهتم بتقوية مناعتنا، نهتم بغذاء أولادنا، نعزز شيء كنا فاقدينه،
التواصل مع أبنائنا. هذا حلو القعدة مع العيلة. إنجاز أعمالنا يعني صحيح. عادة أحيانا قد يشكي بعض المدرسين ما عم يلحقوا أو مدرسات هي الموظفات عمل البيت مع التدريس مع الآن صار في فرصة تحضير للدروس مثلا أكثر. أنا كطالب جامعة مثال بحضر دروسي ليش لا يجي امتحان ودائما عندي هالضغط ومالي ملحق المادة وبروح إما أنجح أو ما أنجح. أنا كطالب بكالوريا أنا كموظفة نظم بيتي نظم أولادي اتواصل مع أولادي أكثر ما نخلي إحساس التوتر والقلق ينتقل لأولادنا. هي أزمة لكن مرينا بأزمات صعبة والحمد لله تغلبنا عليها بصمومها وأثار الجانبية لهالأزمة يعني هي لمة العيلة فيعني في لها أثار جانبية جميلة. نأخذ الجانب الإيجابي صار الجانب الإيجابي وحتى تنظم ساعات الطعام ساعات الغداء ساعات العشاء أنا باخذها دائما من الجانب الإيجابي وبنقدر نتغلب وبنقدر ننتصر بإذن الله. يعني هي أزمة صعبة لكن فينا بقوة إرادتنا بنقدر يعني بإذن الله. دكتورة بكلمة أخيرة ومختصرة تغيير النوم من الليل للنهار قديه كمان بيقلل مناعة الجسم وقديش كمان بيخلي حالة من الضغط والستريس أكثر بشكل عام. دائما النوم بكير هو مشان صحة سليمة صحيح. فنحن بنستثمر هذا الامر انه ما عم نطلب نام الساعه 7 و8 بس ممكن يكون النوم يعني حتى نفرز هرمون السيروتونين هذا بيفرز هو هرمون السعاده فخلينا ننام بكير ونعود اولادنا حتى لو بنفيق ناخذ النهار من اوله ونشوف الشمس لما بتجي تدخل على البيت بتعقم البيت اذا كان عندنا مثلا بعض الناس عندهم مثلا بلكون بيقدروا يقعدوا او عندهم تراس الى اخره بيستثمروا بيستغلوا هالشمس لجسمهم لاولادهم. ضروري ننظم مو بس نومنا ونوم اولادنا هذا امر كثير مهم حتى تقوي مناعتنا مو بس الطعام فهذا كثير نقاط مهمه تغذيه هي ضروريه جدا اكيد اغلب الناس صارت تعرفها التغذيه الصحيحه مو بس مجرد يعني انه وجبات اضافيه لا هي التغذيه الصحيحه ونكثر فيتامين سي ونهدي شوي من ضروري من الستريس اللي نحن عنا اياه وخلينا بالبيت. وشكرا كثير لك دكتوره على كل شيء قدمتي لنا. شكرا لك دكتوره لولا صيداوي على وجودك.